تفتكر القطة دي طالعة ولا نازلة السلم؟ كنت شفتها طالعة السلم؟ ده معناه انك شخص بتهتم بالتفاصيل، ورغم كده انت شخص غير منظم، بتصدق كل حاجة بتتقال ليك، وللأسف ده بيحطك في خلافات مع اللي حواليك، بيخليك تحس انك شخص ساذج. طب لو كنت شفتها نازلة السلم، فدي اشارة انك منتبه جدا وعندك القدرة على قراءة التفاصيل وفحصها كويس، وده بيخليك دايما تخطف الانظار شخص جذاب عيون ناس كتيرة جدا. كنت وصلت لهنا، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.